السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجا شانيل. كنتمنى تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. اليوم نشارك معكم طريقة خياطة بوني أو تولبان ديال البنات الصغار اللي السن ديالهم ما بين عام حتى لعامين ونص، كيجي زوين بزاف. وممكن حتى بنيته عندها عامين ماشي مشكل، حيت الثوب اللي غنخدموا به مطاطي، يعني ممكن حتى بنيته عندها عامين تلبسو. وبالنسبة للثوب اللي غادي نستعملو، ممكن نستعملو الثوب ديال المبرة أو الثوب ديال القطيفة لهذا الجو اللي بارد، وكذلك يجي الشكل ديالو زوين. واهم حاجه اننا ممكن نخدموه فقط باليد، ما نحتاجوش الالات الخياطه. ندوزو نشوفو طريقه خياطه هاد التربان او البوني على بركه الله. وكنحتاجو القطعه ديال التو، القياس ديالها 40 سنتيم مربع، يعني كل قياس ديالها 40 سنتيم في كل الجهات. وكنشوفوا الجهه اللي عندنا مطاطيه اكثر، تيكون هو العرض ديال هذا التربال. وكنطويو التوب ديالنا على 4. كناخذوا سنتيم، يولي القياس ديال هذه القطعه 20 سنتيم. إذن كنحاولوا أن ناخذ القياس 20 سنتيم بهذه الطريقة هذه. عشرين سنتيم حتى كنتحصلوا على نصف دائرة، حتى كيولي القياس ديال هذه القطعة كله 20 سنتيم. كنحدو القياس بهذا الشكل هذا، نحاول نقبضها لان الثوب ديال المبرة كيبقاش ثابت. وكنقطعو نصف دائرة بهذا الشكل، وهكذا نكون تحصلنا على نصف دائرة. وكناخدو إبرة وكنبداو نخيطو ديك البلاصة اللي عندنا مفتوحة، يعني البلاصة ديال الخياطة اللي هي مفتوحة كنخيطوها. ضروري من هاد العملية ديال الخياطة بهاد الشكل. نبقاو بهاد الطريقة حتى كنكملو حتى الأخير. وكنحاولوا اننا نجمعو مزيان بهذاك الخيط حتى كيتجمع لينا مزيان، وكنخيطو مع الجهه المقابله. وبهذه الطريقة نكون تحصلنا على التربان، يعني طريقة سهلة جدا. ندوزو للمرحلة الثانية، وكنحتاج القطعة ديال الثوب، القياس الطول ديالها 17 سنتيم والعرض ديالها 8 ديال سنتيم. كنتنيوها بهذا الشكل هذا، وكنبقاو نطويو بهذه القطعة بهذا الشكل هذا. كنحاولوا اننا نطويوها وهي مزيره باش ما تترخاش معانا.
وكنتنيوها بهذا الشكل هذا على شكل رزيزة، وكنجمعوها بالخيط بهذه الطريقة هذه. حتى كنتحصلوا على رزيزة بهذا الشكل هذا بطريقة سهلة. وكنحتاجوا القطعة ديال التوب تكون في الطول، الطول ديالها متر والعرض ديالها 10 سنتيم، يعني الطول ديالها متر والعرض 10 سنتيم. انا ثم كانش عندي طول بزاف لهذا خيطته في يعني لقيت ما بين القطع، كنت نيوه بهذا الشكل هذا كتلاحظوا في الصوره، وكنخيطو حتى كنجمعو كامل. انا غندوزو بآلة خياطه باش ما يطولش الفيديو بزاف. من بعد ما خيطو كنقبطو هاد الرزيزه هذه، انا غنوريكم جوج ديال الطرق كيفاش نديرو هاد الرزيزه، يعني جوج طرق الطريقه اللي ناسبتكم وجاتكم سهله خدموه بها. كنقبطو هذيك الرزيزه اللي درنا كندخلوها في وسط هذاك الشريط ديال الثوب كيف كتلاحظوا في الصوره، وكنطويو الثوب بهذا الشكل على ديك الرزيزه، وكنبقاو كنلويو في ديك هذاك الشريط مع ديك الرزيزه بهذه الطريقه هذه. تنبقاو كنتنيو وكنجرو في داك الشريط ديال الثوب، هاي طريقه راه جد سهله. كنبقاو بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا الرزيزه حتى للاخير. وبالنسبه للطريقه الثانيه كنقلبوا هذا الشريط على الوجه ديالو، يعني ما كنخليوش على ظهره، وكندخلوه في ديك في الرزيزه اللي درنا من قبل كيف كتلاحظوا في الصوره، وكنخيطوا الشريط مع ديك الرزيزه باش من نكونوا كنلويو الرزيزه ما يتحلش لينا ونخدمه بسهوله. وكنبقاو نلويو هذاك الشريط على ديك الرزيزه بهذه الطريقه هذه. وكنحاولوا حنا كنلويو وكنزيرو يعني باش ما تجيش رزيزه مرخيه، تجي مجموعه مزيان. يعني الخدمه راه سهله بزاف، يعني ما كاينش واحد الصعوبه. كنبقاو بهذا الشكل هذا حتى كنتحصلوا على القياس اللي بغينا، يعني ماشي ضروري غنستعملوا هذاك المتر كامل ديال الشريط، يعني غير القياس اللي بغينا، بالخصوص انها بنيته صغيره يعني ما غاديش نديروا لها واحد الرزيزه اللي كبيره بزاف. وهذا هو القياس اللي جاني مزيان مع التوربان. شي رزيزه كي جات مجموعه وشي شكل ديالها جميل.
يعني بالنسبة لي هذا القياس يعني مناسب، ماشي كبيرة بزاف وماشي صغيرة، يعني باينة زوينة. كذلك باش يبقى باين التربان، ما يجيش ديك الرزيزة مخبعة. يعني هذا هو القياس اللي بغيت. كنقطع الشريط اللي باقي ليا، صافي ما بقيتش محتاجاه، كنزولوه وكنخيطو هاد البواقي ديال الثوب باش ما تحلش لينا. من بعد كنجمعوها بالإبرة، وكنركبو هاد الرزيزة على تربان بالإبرة والخيط، أو ممكن ديرو شوية ديال السيليكون، المهم اللي متوفر عندكم خدمو بيه. أنا غندير القليل ديال السيليكون وركبو بيه. وهذا هو الشكل ديال التربان، يعني تيجي الشكل ديالو غزال بالنسبه للبنيتات ملي كيتلبسوا. ممكن نزيدو نزينو في هذيك الرزيزه، نديرو حجيره، اولا بحال هذا الشكل هذا. المهم تزين بقى اختياري، وممكن كذلك نخليوه بلا ما نزيدو نزينو، هو اصلا جا زوين. انا عجبتني هاد الحجيره، غنركب ليه هاد الحجيره هادي. وممكن كذلك ناخذ هاد التربان كمشروع مربح، يعني هاد الوقيته هادي كيستعملوا بزاف البنيتات هاد التربانات هادو. ممكن اننا نخدموا واحد 10 ديال البياسات بحال هكا، يعني تتحو اقتصاديين ونبيعوهم، يعني الثمن البيع ديالو حتى يتراوح ما بين 25 درهم حتى 40 درهم على حسب نوع الثوب اللي كنستعملوا فيهم. ممكن نبيعهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ما ممكن نشوفوا شي اقرب من المحل اللي كيبيع ملابس ديال الاطفال هكذا، تعطيهم ليه يحطهم لك في المحل ديالو يبيعهم ليك. راهم كيتمشاو بزاف هاد الشكل، بالخصوص مع هاد التوب ديال المبرة، يعني كيتمشى في هاد الوقيته ديال البرد. وكيف كتلاحظوا جا الشكل ديالو زوين بزاف. كيف ممكن اننا نديروا اللوينات فاتحين ديال البنيتات، وكاين بزاف ديال الاشكال ان شاء الله غنشاركهم معكم. وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو، كنتمنى نكون كنفيدكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعموني بلايك باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيوه كذلك مع الاصدقاء والعائلة. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.